هذا البرنامج يقدم لكم برعاية ماجستيك. المنظمة الوطنية للكهول تفتتح كهول لاند. ضواوي باش يطفيوهم، بالونات دراي صغار باش يقطعوهم، ماشينات حابسين باش يسقموهم، والمزيد من المفاجآت. ما تضيعوش فرصة العمر وأرواح تلعبوا. على بالي رشيد، على بالي. لو رافيا محينك، استناو يعيد مصطفى. ما تفرجش في التلفزيون رشيد. اشتها قبلك القديم. نوض الطوموبيل دوك نروحو. يا خلاص قول له لحمد. واش كاين رشيد؟ وشنو هاد الحس كامل؟ فتحوا كهول لاند سامية. كهول لاند. الله يرزقنا العقل. واش قال لك حاكم؟ عيطوا له قالوا له جيب معك صحابك وما توسوسلاش الخدمه هادي. انا نافيكي وعلاش نتوسوس؟ نروحو نضربو طلا وتبان. لاشان هادي كاع على الدخله يا ودارينها بالعاني باسكو الكول يحبوا لاشان. سلام عليكم. ثلاثه تيكيات خونا. منين نبداو نلعبو؟ نروحو نطفيو ضواوي. صح هاي نروحو ليها. اوه والله غير تبرد قلبك. لو كان باكي يزيدونا دراري داخل شنابر اش معان طفيو الضو نعرشو لهم ولا نضربوهم. وين زيدو نروحو؟ نروحو لتاع دراري راقدين وحنا نوضوهم هكذاك برك. هديك نعودو هاز شخطرات. حنا شركة Give and Get، شركة مختصة في بيع مختلف السلع. كيفاش نبيعو هاد السلعة؟ عندنا لي ديستريبيوتور تاعنا اللي بالك راح تكونوا نتوما منهم ان شاء الله. دوكا قولوا لي، راكو حابين تشرو سياره الاحلام وتسافروا وين ما حبيتوا في مده اقل من عام؟ نعميه، دخلوا دراهم كبار وتحققوا بهم احلامكم كيما تحبوا. Give and Get هي الباب الرئيسي للنجاح. كيما انت واش تحب كامل دير في حياتك؟ الفواياجي. وين فواياجيت كامل؟ جامي فواياجيت نحبر كيما لما يتفرجوا فينا دوكا. مالا مع Give and Get ترجع تسافر وين تحب. وكينا حاجة واحدة أخرى، كل ما يدخل واحد يخدم على اسمكم تديو انتوما دراهم كي يخدم هو. مليحة ديخو. على بالي باللي عجبتكم. المهم باش نبداو الدخلة تكون بزوج ملايين. نريحوا شوية استقهوة وبعد نكملوا نلعب. اسمع بصح ما نطولوش ونروحو قبل ما يقصروا معنا هادوك اللي يشدوا الناس بالهضره. شوف اعطي لي ليا المليار هذاك وتشوف كاش نجيريها. ولا واش قالوا خونا سيطروطا؟ عندي الحق ولا ما عنديش؟ عندك الحق. عندي لاني غلط قول لي. لا ماكش غلط. لا كاش مليار ولا زوج وتشوف كاش يتبدلوا الحوايج. ايوه صح ما كاش هذيك تريح تصرف تخسر دراهمك ترميهم وين جات. تنفيستي خويا، دراهم يجيبوا الدراهم. كاينه صح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خوتي جيت نستيكم اذا راكم انتريسي باش تلعبوا لعبه افضل كهل. كيفاش هادي؟ ماشي حاجه واعره، مسابقه خفيفه برك. اذا راكم انتريسي قولوا لي نكتب اساميكم دركا. واللي يربح واش يدي؟ الا ربحتوا تديو كامل كرطاب معمر بالوسمه. اوه هادي افير مليحه، خير من لي زافير اللي كان يديرهم بابا في وقته. شحال تحسب لي مسطره بهدايا؟ روح نبيعو لك بالفراك. مليون هكتار بالفراك برك؟ علاه؟ خاطش انا في وقت النيه وزيد باش يسوفري ولادي ولادي. عندي فيلا 60 ايطاج على البحر في الجيسون 2000 فرق تشريها؟ لا ما كان. لا يعطيك الصحه بيعها لواحد اخر. دوكا من الناس يهضروا عليا بالخير ويقولوا عليا شبعان. يا اخو خلص باش نبدا نخدم. يا سامي انت راح تخدم ياك؟ زوج ملايين مدات ما جابت نورمال. ومنين نجيبوهم؟ دوك نعيط لواحد صاحبي يسلف لي، كي ندخلوا دراهم نرجعوهم له. سيستم هذا وسوسني والله. لو كان تبعكم ما نديروا والو في حياتنا. الو وي صح سالم ياك فهمتو كلش؟ فهمنا. علاش خويا فرصه كيما هادي جامي راح تجيك في حياتك. انا غير ما بديت معاهم صاحب لي بان الريزلت. مليح الله يبارك. ما تقعدش ليك جايين لي يخدموا لهنا. سي بون فرينا اليوم نبداو الخدمه. فوالا السلعه ديالكم، كي تبيعوها عاودوا لي ونبيعوا لكم سلعه واحده اخرى. بون كوراج. كي قالت بون كوراج عرف بلي ما فيهاش. خلينا اخو شحال نيجاتيف انت دوك تشوف. يا اخو نعيت والله. ما تقعدش ما فهمتش انا واش من طوموبيل جيبها في 6 شهور. فيسك انت ما تصبرش، لو كان تصبر شويه تلحق لوين حبيت وتحقق احلامك. يا اخو ريح ما تهدر كيما هما كتلعب لي على المورا. رشيد حمد ومصطفى انتوما. انا عمه اروحوا معايا باش تبداو اللعبه.
فهاد الكومبيتيسيون حتكونوا كيبا كونتر كيبا، راح تلعبوا بزاف لعبات والكيبا اللي تربح هما اللي يدوا جائزه افضل كاهل. عندكم اللعبه الاولى، هاهم ليك زوج فورنوات مكسرين، كل كيبا يحكموا فورنو ويسيو يخدموه، الاولين اللي يخدموه هما اللي يربحوا. واش دور وحديكم؟ واحد، زوج، ثلاثة. هيا شوف اش طاح لك. يدي رشيد علاش تتلق؟ انا كملنا وري نشوف. واللعبه الاولى ربحوها ليكيب تاع عبد السلام. دوكا ننتقل للعبه الثانيه. في اللعبه هذه نوريو لكم تصاور وانتم توصفوا واش كاين. ايا كل واحد من كل كيبا نبداو. احمد واش راك تشوف هاد الصوره؟ لعبوا هالو باولو لبسان درحه بسومه غاليه. عبد السلام جايه يخدم عام و 12 شهر باش يشري سيرفات برك. نشوفوا التصويره اللي موراها. عمر واش راك تشوف هاد الصوره؟ راني نشوف دراري ماشي مربيين وهاملين برك بالعسه. مصطفى هادو نورمالمون يروحوا يلعبوا تحت ديارهم من بعد نحكم مالي ونهضر معاهم. نشوفوا الصوره الاخيره. سامر واش راك تشوف هاد الصوره؟ راني نشوف يسان فحل يخمم من البعيد ويكونوا ميزي في تريسيتي، ماشي كيما وليدو البغلي علام كسل ومدوالو في حياته. رشيد لا لا استنى، ماهوش يطفيلو في كليماتيزر. السيد ضو يضحك والكليماتيزر وشاعلو مازال ما تفتحش، تسمى هذا وين شاعلو؟ ما يسواش السيد هذا وما نعتبروهش واحد منا. تحليل رائع ودقيق من عند رشيد، وبهذه الاجابه راه مربحو ليكيب تاع احمد. شابه رشيد. نجوزو للعبه الاخرى واللي يربحها هو اللي يدي جائزه افضل كاهل. اللعبه هذه تاع الاسئله ويشارك واحد برك من كل كيبا. نروح انا. رشيد نخاف تخربها. ربحتكم في البارتي الدوزيام بصح خسرتنا في البارتي الاولى. دبروا ريسانكم. رشيد روح. واش خوتي؟ واش خو؟ اسمع لعبوا ماتش اليوم هو ما فيهاش عندنا خدمه. واش من خدمه هادي؟ يا كيفاش نفهمك؟ اوفرت بزنس، الا حبيت تخدم قول لي. زيد فهمني فيها هادي يا خو. شو تعرفها كيفانكات؟ ما تقوليش اش راك تضحك وش بيه؟ ما من تجوزك دليلو. راح مشي انت كش ماك داير في حياتي قلو دليلو. اعداء النجاح انتم. انا قال عندي سلعة ننبيع. وش من سلعة هادي؟ هاد الكرتونة وفي تشوب. وشنو هادا؟ مكمل غذائي. اكتف فينا ما ناكلوش ملاح. صحاك يا امبيريميا هادي. كيفوش امبيريميا اليوم اجبتو؟ هاك اقضى الاضات. ايه صح ميتة هادي. يا اخو نعرف هاد العفايس. انا قلت لك وانت اشوف. اياتها الله الله يعاونك حاكم. زعما صح دمرونا. روحوا اليوم يبدلوها لنا على بالي. ما كاش الدخلة. وش كاين؟ غلقنا بلاصة هادية كان فيها شركة نصابة. كيفاش نصابة؟ يدوا دراهم من عند الناس ويبيعوا لهم سلعة من درحة ولا ميتة. يا اخي انتوما ما كاش داخلين فيها. لا لا شاف الحمد لله. الواحد يخمم ماشي وين جات يصدم. واللي شراو سلعة واش يديروا؟ اللي شراو سلعة راح يستفادوا من حاجة مليحة بزاف. منا وجاي حيولي يعرف يخمو. الله لا يربحهم. سهل بصح نلقى لها بيع السلعة هادي. لي من حد بيعها؟ قش البيع. شوف الكرتونة والزوج قراعين ديهم عليك بخمسين. خمسين؟ لعل الشيطان اني شاريهم بزوج ملايين. ماشي مشكل ديالي. صح مية الف يروح. الله يربح هاياك يجي توليد فاميلي. راك بديت تعلمت نافيغيشات. دوك جبت مية الف قولك مليون وتسعمية وترجع دراهم الله ويسلك. عندكم ستة اسئلة جوست ما نطرح السؤال عبزوا على الباز اللي قدامكم. لعبز الاول هو اللي جاوب. نبداو. السؤال الاول اللي يقول تكون تمشي في لوطوروت تروازيام بوزيسيون 20 كيلومتر في الساعه، يجي واحد موراك يدير لك وتفار ويصوني لك، واش دير؟ نطلع الكارو ونزيد للبوست وكي دوبليني يقول له طير طير. نروحوا للسؤال الثاني. يكونوا دراري صغار يلعبوا في الحومه، واش دير؟ نتيري عليهم بقرعه تاع الزجاج. مليحه. نروحوا للسؤال اللي موراه. في رايكم واش تبدل من وقتكم للوقت هذا؟ وقت النية راح. بكري كان الأستاذ يربي، الجار يربي، الزنقة تربي، دوكا شوف اللبسة اللي لبسوها تفهم. إجابة في محلها. نروح للسؤال الموالي. كي تكون في شومبرتك وليدك في شومبرتو وهدا وين جا من الزنقة عيان وراح يرقد وداتو عينه، واش دير؟ نعيط له يجي يرفد تيليكوموند اللي تكون عند راسي حطها لي في يدي، وكي يروح لشومبرتو نعيط له يولي باش يطفي الضو. السؤال اللي موراه. وليدك يكون مزروب رايح لكاش بلاصه اون اورجونس وخلاص او الحق الباب وفتحو، واش دير؟ نعيط له يجي ليا للشومبره وكي يجي نقول له روح شري الخبز دوكا نعد البولونجي البعيد كامل اللي عنده خبز هايل ما كاش كيما هو. نروحوا للسؤال الاخير اللي حيبين لنا النتيجه النهائيه. عندك خرجه عائليه، احكي لنا كيفاش تجوز. جوست قبل ما نروحو نرقد نوض شويه روطار نوض نلبس بعقلي
كي نخرجوا ندان الضارب في طريق نعرش لهم خاطش ما يعرفوا يمشوا ما يعرفوا سقمور وحتيهم ومن بعد كي يدخلوا كاش حانوت ما ندخلش نريح برا نستناهم باش كي يخرجوا نعرش لهم كي يطولوا ومن بعد كي يشريوا كاش حاجه ياكلوها انا ما ناكلش نريح زعفان ونوليو. كنت بين وبين ميدوكا بينتلي راهم بانوا النتائج واللي ربحوا معنا اليوم هما ليكيب تاع احمد شابة رشيد شابة اسمع شوف واش طاح لك لو كان تشوفي كاش كنت ريبوندي خلعتهم ايه مليحه مي رشيد داك سنحطو تخوفي تاعك لتماك مليحه بلاصتها تماك